تطبيق جديد وكل طرق السحب التي تبحثون عنها متوفرة بإذن الله تعالى في هذا التطبيق. كما ترون هنا متوفر السحب عن طريق الباير ابتداء فقط من 100 نقطة 0.1 دولار. متوفر أيضا إخواني الكرام السحب عن طريق الباي بال يبدأ من 0.5 دولار ب 500 نقطة. متوفر أيضا شحن جواهر فري فاير اللي طلبتوها مني بزاف ابتداء من 1000 نقطة لتساوي ب 110 جواهر. متوفر أيضا إخواني الكرام شحن شدات بابجي ابتداء من 880 نقطة. السلام عليكم إخواني الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كالعادة إن شاء الله ستجدون رابط التطبيق مثبت في أول تعليق أو في صندوق الوصف. بعد تحميل التطبيق سيفتح معكم بهذه الواجهة. هنا تقومون بالاختيار لغة التطبيق، إما لغة إنجليزية إما لغة عربية أو لغة هندية. سنقوم باختيار اللغة العربية إخواني الكرام. بعدها سيفتح معنا بهذه الواجهة، وهنا تجد تسجيل الدخول وهنا يسجل. أنت بطبيعة الحال ستقوم بفتح حساب، إذا نقوم بالضغط على يسجل. بعدها مباشرة إخواني الكرام تفتح معنا هذه الواجهة، هنا تكتب اسم المستخدم وهنا بريد إلكتروني، هنا كلمة المرور وهنا تعيد كتابة كلمة المرور، ومن ثم تقوم بالضغط على يسجل، ومن ثم سيكون عندك حساب بكل سهولة. هذه هي واجهة التطبيق إخواني الكرام بعد ما يكون عندكم حساب. كما ترون هنا طرق الربح متوفرة داخل هذا التطبيق، تكون عن طريق مشاهدة الفيديوهات أو عن طريق تنفيذ العروض. حاليا شركة تنفيذ العروض متوفرة داخل هذا التطبيق وهي شركة إيبيوال، شركة أدمانتوم، أدبريك وتي بي بلايد وشركة تاسكوال وسيشي أتس سي بي درويد ونوتيك. حاليا هذو هما الشركات المتوفرة، وأنا أظن إخواني الكرام أنه مع الوقت إن شاء الله ستنضاف شركات أخرى. من هنا نجد طرق السحب المتوفرة داخل هذا التطبيق اللي شفناها في هذا الفيديو. تبدأ فقط من 100 نقطة اللي هي 0.1 دولار، 1000 نقطة ب 1 دولار، و 10000 نقطة ب 10 دولار إخواني الكرام. متوفرين أيضا طرق سحب أخرى كباي بال وفري فاير وبابجي. إذا طرق العمل تكون كما قلنا عن طريق تنفيذ العروض إخواني الكرام. على سبيل المثال نقوم بالضغط على شركة تاسكول. وأيضا إخواني بالنسبة لشروط التطبيق، حاليا ما كانش فيه شروط بما أنه التطبيق جديد. إذا كان يعني مع الوقت فيه شروط راح يعلمكم داخل التطبيق، ولكن حاليا ما فيه شروط، يعني تقدروا أنكم تعاملوا باستخدام الفي بي ان باستخدام البروكسي، ولكن لازم أنه يكون بروكسي قوي باش يحولكم عفوا إلى بلاي ستور هكذا باش نفذوا العروض. أيضا مسموح فيه حسابات مفتوحة، يعني تقدروا تستخدموا أيسلاند أو شيلتر أو أي نسخ واحد أخر هكذا باش تعاملوا على عدة حسابات في نفس الوقت بإذن الله تعالى. كما راكم تشوفوا إخواني الكرام دخلت بدون في بي ان، ظهروا معي هاد التطبيقات هاد العروض عفوا. كما راكم تشوفوا هنا على سبيل المثال هاد العرض إخواني الكرام يعطينا 10835 نقطة. كما راكم تشوفوا هنا دون ضغطوا عليه إخواني الكرام بهذا الشكل، كما راكم تشوفوا هنا المستوى 15 تدي 45 نقطة، المستوى 30 تدي 162 نقطة، حتى إلى مستوى 100 تدي 7312 نقطة. هذه فقط إخواني الكرام يعني كعروض بدون بروكسي او بدون في بي ان. ولكن الان اخواني الكرام انا راح يعني نستعمل الفي بي ان، عفوا راح نستعمل البروكسي، وراح نستعمل اخواني الكرام البروكسي اللي كنت شرحته في الفيديو اللي قبل السابق، يعني البروكسي المدفوع ماشي البروكسي المجاني. راح نشوفوا ايضا كيفاش نشري بروكسي مدفوع وكيفاش نعمل به اخواني الكرام. اذا اخواني الكرام اقوم بالضغط على شراء بروكسي بهذا الشكل اخواني الكرام، ومن ثم اختار جولدن باكج هكذا، بعدها اختار يونايتد ستيت. كما ترون هنا متوفر العديد من الدول، جرماني، بريطانيا، فرنسا، ايطاليا، كندا، استراليا واسبانيا. انا راح اختار الولايات المتحده الامريكيه هكذا، ومن ثم اخواني الكرام اختار تي موبايل من هنا بهذا الشكل، بعدها اختار نيويورك هكذا، ومن ثم ساقوم باختيار اخواني الكرام هذا الاختيار بهذا الشكل، بعدها هنا اكتب اسم البروكسي هكذا. بالنسبة لكلمة المرور اكتب فقط اي كلمة مرور بهذا الشكل، من ثم نختار سوكس هكذا. من بعدها اخواني الكرام تختار هنا يعني مدة البروكسي الخاص بك، كل بروكسي والسعر الخاص به. انا ساختار فقط بروكسي ساعتين، كما ترون هنا التكلفة 0.25 دولار. اقوم بالضغط على نعم، وكما ترون إخواني الكرام قمت بشراء بروكسي. الآن طريقة تشغيل البروكسي تكون كالتالي، راح نكوبي خوتي العزاز هذا الـ IP port بهذا الشكل هكذا، بعدها نتجه إلى تطبيق
تين تو تاب ونقوم بلصق هنا الاي بي بهذا الشكل. نقوم بالضغط من هنا، بعدها نفعل هذا الخيار، نضع هنا اسم المستخدم هكذا، نقوم بلصق كلمة السر هنا ونقوم بالضغط على كونكت. كما ترون إخواني الكرام الآن متصل معنا البروكسي. الآن نرجع إلى التطبيق وسترون بأن العروض يعني اختلفت النقاط الخاصة بها وأصبحت بنقاط عالية جدا، والعروض تحول إلى المتجر بصفة عادية، وهذا الشيء يعني اللي يميز البروكسي المدفوع، يعني حول معكم بصفة ناجحة 100%. سنقوم مثلا باختيار شركة بيويل. المميز في البروكسي المدفوع إخواني الكرام أنه يحول لك المتجر بصفة 100%، وأنه إخواني الكرام يعني يظهر لك جميع العروض. أما البروكسي المجاني تقدر يعني يكون شخص اخر استخدم هذاك البروكسي من قبلك، فهكذا ما راحش يحتسبوا لك النقاط. وايضا البروكسي المجاني قادر يكون اخواني الكرام ثقيل يعني في العمل، اما بالمقارنه مع البروكسي المدفوع فراح يكون يعني خفيف في العمل، وايضا راح يكون يعني ملكك وحدك، يعني ما راحش يكون شخص اخر يستعمله. هكذا راح باذن الله تعالى يظهر لك جميع العروض وراح يحولك الى متجر بصفه 100%، وايضا راح يحتسب لك اخواني الكرام 100%. كما ترون هنا يظهر معنا مختلف العروض، كل عرض والنقاط الخاصة به. يعني مثلا هذا العرض إخواني الكرام، هذا العرض تصل فقط إلى 200 متر كما راكم تشوفوا، تربح 730 نقطة. مثلا إخواني الكرام هذا العرض كما راكم تشوفوا هنا يقول لك بلاي 3 ساوند، يعني راح تشغل فقط 3 موسيقى وراح تربح 265 نقطة. متوفر إخواني الكرام العديد من العروض بعد ما قمنا بتشغيل البروكسي. هذه هي إخواني الكرام، وهكذا مع مختلف الشركات الأخرى. يعني المميز في التطبيق أيضا أنه يسمح لكم بحسابات مفتوحة، وأيضا يسمح لكم باستخدام البروكسي، لهذا استغلوه إخواني الكرام. بالنسبة للدفع على حساب علمي يدفع كل 24 ساعة، يعني بعد 24 ساعة من تاريخ طلب السحب راح يدفع لكم بإذن الله تعالى. كان هذا هو كل شيء بخصوص فيديو اليوم، نتمنى إن شاء الله أنه نال إعجابكم. ما تنسوناش بزر اللايك، بارك الله فيكم، والملتقى في فيديو قادم بإذن الله تعالى. سلام.